مساء الأبيض والأسود، مساء الخير. شخصية مثيرة للجدل، عجز عن تحقيق أفكاره السياسية فلجأ إلى الفن بعد الاضطهاد والتهجير الذي تعرض له. إذن المشهور بنظره يسمع له ويصبح قدوة. عوني للعظم أكثر من الجنرال ميشيل عون نفسه. يكره الدكتور سمير جعجع حتى أيضا من الجنرال ميشيل عون. إمبراطور على مملكة وهمية، مملكة نورستان أي لا مكان. ينادي بالعدالة والمساواة بين البشر وهو بعيد كل البعد عن معاناة الفقراء والمعوزين. يناشد بتوزيع الموارد بين البشر ويكره تقديم الخدمات للمحتاجين والقيام بالواجبات الاجتماعية. إذن هو تناغم المفارقات، الجنون، العقل، النظريات والأحلام. لكن السؤال، لماذا لا نراه يشيد ميتما أو مستوصفا أو يترأس جمعية أهلية مدنية حقيقية تقدم الخدمات، بدلا أن ينصب نفسه إمبراطورا على مملكة خيالية وهو يعيش الآن حياة الإمبراطور؟ إذن الفنان، رجل الأعمال، المفكر السياسي، الإنسان، الإمبراطور ميشيل ألفترياديس، أبيض أو أسود بنظر الشارع اللبناني؟ رح نعرف الإجابة من خلال هالروبورتاج. تعرفوا لميشيل ألفترياديس؟ أكيد. شو بتعرف عنه؟ بعرف أنه عنده الميوزيك هول. بصراحة مش بطلع كتير على أفكاره أنا، شوي صغيرة إيه، بس بأيده. بيغني حلو، بقول له يخفف من الحدية العصبية هو عم يحكي هيك. إذا حط على إنسان يعني بيقلع من الجذور. لبنانة اللي بيغنى، ايه بعرفه. ايه شو رأيك فيه؟ قريب اغاني حلوة. لا والله لا، كتير زنخ. شو اللي بيزعجك بشخصيته؟ شكله، لبسه، شعره، برنامج اللي عامله. مش ذاكرة، مع انه عندي ثقافة موسيقية بس ما عرفتوش. هون الحق على مين، عليك ولا عليه؟ يمكن الحق علي. لا بتعرف ليش؟ لانه انا كاتبه سياسيه، المفروض لم بكل الاشياء، بس للاسف ما بعرف عنه شيء فعليا. شو رايك فيه كفنان، كسياسي، كانسان بيحكي بالاشياء الاجتماعيه؟ سياسي صعبه، كرياتيف الزلم، شوي بيطلع عن الواقع يعني. ايه بيطلع عن الواقع، ولا بتحسه مجنون بافكاره؟ بالعكس، جنون كمان، مش جنون بس، انه جنون مرات هي بين عبقريه وجنون، في يمكن شعره صغيره. ايه إذن اسمحوا لي رحب هذه الليلة من برنامج أبيض أسود بالإمبراطور ميشيل ألفترياديس. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ جود، منيح. شو رأيك بأراء الناس فيك؟ يعني فيها الإيجابي والسلبي، المنيح والأبيح، الأبيض والأسود. هلأ أنا عندي مشكلة مع حالي، إنه أنا إذا بدك وصف حالي بلاقي صعوبة. يعني ما سألتني شو بدهم يحطوا تحت اسمي، قلت لك حطوا فقط الاسم. بقى ما بستغرب إذا العالم ما عرفوا كتير شو بدهم يقولوا عني. حتى المقدمة عندك في قصص ما بوافق عليها، بس المشكلة مش عندك، لأنه كل ما قطعت ببرنامج وقت يعملوا المقدمة في كتير قصص بيكون عندي تحفظ عليها. أنا بأمنك حق الرد والتحفظ اللي بدك تبديه بكل حرية، بس قلت شغلة مهمة قبل ما أرجع انطلق على نقاط المقدمة. بتقول أنت مش عارف حالك بأي خانة بدك تصنف نفسك، هذا بتسميه ضياع أم بدك كل شيء ومش عارف حالك شو بدك ميشيل؟ لا، هذا بسميه تعدد إذا بدك، يلي كان موجود كتير بعصر النهضة. يعني رجال عصر النهضة الأوروبية بالقرن السادس عشر والسابع عشر كانوا متعددي المواهب. يعني حتى قبل وقت مرة ميكلانجلو مثلا، نعرف انه كان مخترع، ويعني كان يخترع عدة قصص، ودافينشي، ليوناردو دافينشي كان حتى اشتغل على الهليكوبتر، اشتغل على العلوم، اشتغل على، وكان يرسم كتير منيح، وكان ينحت، وكان يعمل، يعني كان يقطع ناس يكونوا متعددين. مع الوقت وصلنا على الاختصاص. يعني هلأ بعد شوية رح يبطل فيه طبيب عيون، رح يصير فيه واحد للعين الشمال واحد للعين اليمين. يعني التخصص عم بيزيد كتير. أنا ما كتير بحب، يعني بحب تما أزهق انه كل فتره اعمل شيء مختلف. بس انت كل فتره عم تعمل شيء، بس عم تحس حالك بمحل معين انك ما نجحت بالشيء اللي بلشت فيه، تنتقل لعمل اخر، لابداع اخر. وعرفنا انه وانت كنت تقول انه مثلا بتجربه من التجارب بلشت ترسم، وقفت فجاه ما قلت السبب، وبعدين رجعت بلشت ترسم وتنحت.
السبب كان انه وقتها شفت انا بحب كون لامع بالشغلة اللي بعملها. وقتها شفت رحت على معارض وشفت رسامين يعني غير شيء لما تشوف بكتاب اما تشوف بالمعرض. قدرت شوف عن قرب عمل رسامين اثروا كتير بالرسم. هالشي خلق لي احباط وتركت الرسم. مثل ما تركت الجيتار كمان لما سمعت باكو دي لوسيا. رغم انه احدى لوحاتك عملت جدل بمعرض ببيروت او مشكلة بيروت كان ما كانت لوحة كانت انستالاسيون يعني كان حائط طوله بالعشر امتار وعلوه بالمترين. كنت عامله صار في مشكل وقتها كان ممنوع اجي على بيروت ولكن جيت معهم لانه كان معرض كان تبع سالون ديزاتيس ديكوراتور الفرنسيين اللي هو بينعمل دائما بفرنسا مش بلبنان 100%. وكان اول مرة بمئة سنة بينتقل لانه وقتها كان الجران بالي عم بيجددوا بقطروا يظهروا لأول مرة من باريس وقرروا يجوا على لبنان وأنا وقتها كنت موجود بفرنسا وقدمت العمل وقبلوني وجيت لهوني معهم وعملت العرض وخلص العرض في اثنين دركية واقفين على الحيط يعني لأنه صار في إحراج تجاه فرنسا لو ما كان بهالإطار أكيد كانوا وقفوني كانوا ألقوا القبض عليك بس اعتبروك هون كأنك مغترب جاي يعني دخلت الدولة الفرنسية وأنا عندي باسبور أوروبي يعني عندي جنسية اليونانية نعم. بالإضافة لجنسية اللبنانية نعم. ميشيل قبل ما أسألك عن بشكل مفصل عن أراء الناس شو الشيء اللي بدك ترد عليه بالمقدمة عوني أكثر من الجنرال ولا بتكره الدكتور سمير جعجع أكثر من الجنرال ولا الأشياء اللي تحت هل ما بعرف يمكن بكرهه قد ما هو بيكرهه ما بعرف مين بيكره أكثر بس عوني أنا ماني منتسب للطيار العوني بعد أنه أفكار العماد عون أكتر شيء بتقدر تكون صالحة لهالبلد وبعد كمان أنه الجيش اللبناني اللي هو على فترة كان القائد الجيش اللبناني هو بيقدم حلول للبنان ولازم ينعطى دور أكتر بكتير من دور المعطي لإله يعني الدور المعطي للجيش هلأ ما كتير بينفع البلد لازم الجيش يكون عنده يقدر يعني السلطة يقدر ياخد قرارات ويقدر يتدخل بقصص أكثر من ما عم يتدخل هلا. تعتبر بصراحة أنه اليوم الجيش اللبناني عاطينه صورة وهمية وعاطينه زعامة خيالية أو صورة أكبر من حجمه يعني حاطينه بمحال أنه هو الخلاص للبلد هو رمز الوحدة الوطنية أو العيش المشترك وإذا اندق فيه بيخرب البلد وهو مش قادر يشتغل أو مش قادر يتصرف مثل ما بده يعني أنا بحس الجيش كأنه عم تحكي عن عملاق كله عضلات وكتير قوي ولكن مربطينه بسلاسل يعني إذا بتفك له السلاسل للجيش أو إذا الجيش قدر يكسر هالسلاسل أكيد بيقدر يعمل شغل ما حدا غيره فيه يعمله ولكن بالوقت الحاضر ما إنه حر الجيش يعني إيديهم منهم طلقين ما فيهم يعملوا اللي بدهم يعني الجيش عنده عضلات مش بلا عضلات برأيك. عنده كتير عضلات وعنده دماغ كمان لأنه عضلات لحالهم ما بينفع ودماغ بلا عضلات ما بينفع بس ما عنده القرار يعني الجيش بس بده يتحرك مرهون تحركه بقرارات الحكومه وبقرارات سياسيه وبتوازنات وهيدا ما تزعلوا لنا اياه وهيداك ما فينا والطائفه الفلانيه وبس تقرب على حدا من اي طائفه كان بتصفي عم بتدق بالطائفه نهار يلي الجيش بيقدر الازعر شو ما كانت طائفته يضربه ساعتها بتوصل على النتيجه ميشيل حنستعرض مجموعة من الصور ما بعرف إذا للمرة الأولى الناس حيشوفوا مراحل متعددة بحياتك من لما كنت طفل مرحلة الشباب المراهقة ولما بلشت بهذه الصورة تطل على الناس خليني إذا بدي أحكي بالبدايات يعني أنت من عائلة موسيقية أمك كان عندها موهبة موسيقية ووالدك أيضا تأثرت فيهم ويعني لما جيت بدك تشتغل بالفن كان عندك الأرضية الصلبة نتيجة تأثرك فيهم كمان عندك تأثر بالبيئة وجعل منك إنسان عنده ثقافة عالمية إذا بتتذكر بالبداية أنت كنت إنسان غريب إذا بدنا نقول كطفل كنت طفل تتصرف بطريقة مش طبيعية يعني حدا هيك وصفك بهالحالة أنت وصغير أو قالوا عنك انطوائي مجنون ما بعرف شو الصفة اللي ممكن كنت بهالمرحلة يقولوا عنك أهبل لا مش لهالدرجة يعني لا الطفل يلي بيكون عم يتصرف يعني قبل ما يكون فيه يقدر يعبر عن أفكاره وقبل ما تقدر تعرف دي واعي أو لا بيفكروا بالأول يمكن الأساتذة وباقي التلاميذ خاصة التلاميذ الأساتذة بيضل في عندهم شوي وعي أكتر ولكن بيعدوا للولد أنه يمكن هذا مهبول أو بشي بدماغه يعني حتى هيك كان يعني تصير معه بالأول إيه بالأول ليه؟ إيه لأنه الأولاد
بس ما تكون تشبهون يعني بتكون أهبل. ليه ما كنت البلد بتشبه؟ ما بيعرفوا كلمة غريب أو كلمة هدول كلمات بيستعملون الراشدين. مزبوط. الولاد كل شيء منه مثلهم هذا مهبول. بس ما كنت عاني من هالموضوع. طب ليه كانوا بيعتبروك؟ لحظة شفت هذا اللي حدي على شمالي الصورة اللي قبل هيدا ساجدو ساركيسيان نايب. بعدكم أصحاب؟ ما كتير يعني من وقت لوقت بس إنه سياسيا أكيد مش أصحاب. ليش كانوا يعتبروك؟ ما بعرف إذا ما لازم استعمل المصطلح بس ليش كانوا يعتبروك غريب أو مختلف عنهم أصحابك؟ لأنه كنت غريب يعني بعترف إنه كنت غريب لأنه ما كان عندي نفس الاهتمامات اللي هني عندهم إياها. ما كنت أقضي وقتي معهم. ما كنت أضحك لنكتهم. ما كنت أحب أي شيء يعني ما كان في شيء بيجمعني مع باقي الأولاد بالمدرسة. كنت انطوائي؟ ما عندك أصدقاء كثير؟ إيه بس مش إنه انطوائي اللي بيستحي أو شيء كنت بزيت الوقت ما فرقاني معي يعني مش إنه عم فتش إنه يصير عندي أصحاب وما عم بقدر لاقي ولكن أنا ما كان يهمني أبداً أمرهم. على كل حال أنا بعدني هلا كثير أنا بعيش لحالي يعني كل عمري عايش لحالي ما بحب حدا يجي لعندي على البيت ما بحب كتير اختلط مع الناس بحب انه اوقات انا اقرر بس هيدا الهجوم يلي اوقات بيصير بثقافتنا الناس بتفكر انه ساعة اللي بدها فيها تيجي وتدق على الباب وتفوت وجاي اشرب عندك قهوة هيدي منا واردة يعني. عندك لا. يعني الشيء اللي قلته بالمقدمة انه يعني لما كانوا يسألوك ليش ما بتقدم على النيابة طالما انه انت فعليا من الاشخاص اللي بفكروا سياسيا وعندهم اراء سياسية منا عبثية نتيجة قراءات ويعني اطلاع دائم بتقول انه انا ما بحب عيش حياة النائب ما بحب الاستقبالات والمناسبات الاجتماعية وانا بكره اقدم خدمات اجتماعية للناس. النيابة بلبنان منا سياسة يعني منا بخانة السياسة هيدي هون قصة خدمات قصة استقبالات قصة كشتبنجية يعني انه هيدا مع هيداك وكذا منخانق هيدا مع هيداك نحصل على اصوات هالعائلة ومفتاح انتخابي يعني ابعد شغلة عن السياسة اللي هي سياسة من ضمن العلوم الإنسانية يعني السياسة هي قريبة إلى الفلسفة إلى علم الاجتماع إلى باقي العلوم الإنسانية والسياسة عادة كانوا يتعطوها الفلاسفة يعني لما بلشت أول ناس حكيوا عن السياسة كانوا فلاسفة إغريق بقى هلأ صفت أبعد البعد وأنا الطريقة اللي عم يحكوا عن النيابة والطريقة اللي صار مفهوم النيابة بلبنان أنا أبعد الناس عنها لأنه الخدمات كمان أنا ما بآمن أنه الطريقة يعني مثل المثل المعروف انه علم الانسان يتصيد وما تعطيه سمكة انا مع انه نثقف الشعوب مع انه نلاقي حلول لمشاكل مستعصية بمجتمعنا اكتر بكتير من ما انه نجي نعطيه الدواء ونقله بتنتخبني بالانتخابات الجاية ولا بوظف لك ابنك ولا هيداك هونيك بصفي نوع من الاستبزاز وطريقة رخيصة لاستعباد العالم. بس ميشيل انت امبراطور على مملكة نورستان اللي هي تناشد وتنادي بالعدالة والمساواة وتوزيع الموارد بشكل متساوي بين البشر. انا مش هل هذا تناقض؟ هل هذا تناقض؟ لا انا في فرق كتير كبير بين يلي بينادي انه كل الناس تطلع على التلفزيون انه ما معقول يطلع واحد على التلفزيون يقول انا مع الحروب وانا مع المجاعات وانا مع الفقر وانا مع البهدلة كله بيطلع بيحكي بس ما حدا عم بيقدم عرض مزبوط او عرض بيقدر يتنفذ انا فكرت طويلا وقدمت العرض تبع نورستان اللي هو فكرة فلسفية ولكن اذا بدك باطار خفيف باطار شوي مهضوم يعني بعكس باقي السياسيين يلي ما بيقدموا شيء ولكن بيكون طالع على التلفزيون لابس طقم وعم يحكي بكتير جدية وبكتير وقار ولكن إذا بتجي بتحلل إذا بتجي بتكتب شو عم بيقولوا بتلاقي إنه كلام فارغ يعني أمبلاج حلو لشي ما له معنى جوا أنا العكس الأمبلاج مهضوم وخفيف ولكن يلي جوا عنده وزن فكري وفلسفي وبيقدم حلول كتير كبيرة ولو ما كان هالشي مزبوط ما كان بيكون في ناس هالقد من العالم ومفكرين من العالم وناس عندها مكانتها الاجتماعية أو دكاترة بأكبر الجامعات الأوروبية والأمريكية
وافقوا على هالفكر وانضموا ودافعوا عنه وبيعطوا محاضرات بهالموضوع. ايه بس مش بظل ما نشهده يعني على الساحة، خلينا بالساحة اللبنانية قبل ما ننتقل على بلاد تانية، وعم تشوف انت معاناة اللبنانيين قديش يعني بدي اقول لك انه احنا قريبين من افكار فلسفية بدل ان يكون في حلول جذرية. يعني انت كنت بتقدر تكسب ثقة الناس ومحبتهم وتعاطفهم حتى لو تتشع على النيابة، اذا مثل ما قلت بالمقدمة مثلا شيدت مستوصف، بنيت دار ايتام، دار عجزة، ترأست جمعية تعنى بكل الناس وقدمت لهم خدمات. ونعرف انه الجمعيات مش كلها ممولة من رئيس الجمعية، يعني في كتير ناس ممكن يقدموا اموال طالما عم يعرفوا وين انت توهب هذه الاموال بشكل صحيح. انا ماني ضد هالموضوع، يعني في غيري مكفيين وموفيين واكثر مني بيقدروا يعملوا خير. يعني عندك بالعشرات في بعض الشخصيات كل يوم بيطلعوا على التلفزيون لانه بيروحوا بيعطوا هالجمعيه وهديك الجمعيه، وفي ناس هيدي شغلتها. انا هيدي منا شغلتي، يعني ما عم اقول انه ما معي مصاري، ولكن ما معي مصاري قد ما هيدوليك معهم، وانا بقدر اكون مفيد اكثر بكثير اذا بقدر اصرف على افكاري اكثر من انه اصرف على مؤسسات خيريه. انت يعني بتفضل انك ما يعني ما عندك المبادره للتبرع باموال منك لمحتاج او لشخص معوز؟ هلا على الصعيد الشخصي، يعني انا ما انا صفت مؤسساتيه القصه، بس على الصعيد الشخصي انه اكيد اوقات بساعد اصدقاء لالي بيكونوا عايزين، اوقات بساعد ناس لانه بعرف بقضيه، بس منا عاملها مؤسسه ومنا عاملها بطريقه منظمه. يعني الشغله بتشتغل على قد ايه انا طلع عبالي، مش انه في استماره وبتجي بتعبيها وبتروح، لا هيدي ما فت فيها. بس اكيد انه ما عم اقول انه قلبي حجر، وانه اذا شفت واحد عنده مصيبه كبيره لو شو ما كانت ما بعطيه مصاري. طيب بالنسبه لاراء الناس بالفوكس بوب بالروبورتاج اللي شفناه، في ناس حكوا عنك بالمنيح، حكوا عن فنك، حكوا عن افكارك الاجتماعيه، وفي ناس اعتبروا انه انت بالنسبه لالهم تشكل مصدر ازعاج حتى باطلالتك. في واحد حكي انه طريقه الشكل، طريقه الدقن، طريقه الشعر، الملابس. هل بتعتبر اليوم، بدي انطلق من اللي قاله هذا المواطن، اذا اليوم هلا ميشيل على الهواء حلقت لك شعراتك، حلقت لك دقنك ولبستك بدله، بتضلك بنفس المضمون شو ما قلت بتعلق عند الناس، ولا هول بيساعدوك ليوصلوا افكارك؟ لا، انا حتى وقتها كنت بالجيش، يعني وحالق راسي وحالق دقني وحالق دقني، كيف في ناس استفزهم. يعني بفتكر شغله ناجي اكثر بكثير، يعني هذا الشخص اللي حكي هو ما عارف السبب الحقيقي. السبب الحقيقي يمكن لأنه قلت شيء شغلة، أو لأنه الفكرة اللي أنا عم بحكي فيها أو الطريقة اللي بحكي فيها بتضايقه، بس هو فكر أنه المظهر. بس أكيد لو ظهرت عليه بأي شكل تاني وحكيت نفس الحكي كنا وصلنا لنفس النتيجة. يعني قد يكون مختلف معك سياسيا أو بأرائك السياسية على الأرجح. إيه، يعني الطريقة اللي حكي فيها والطريقة اللي نسم فيها وشكله، لأنا بعرفهم من شكلهم كمان. على الأرجح يعني في بتقدر تعرف بلبنان، يعني بتقدر تعرف يلي طيار مستقبل، يلي قوات لبنانية، يلي عونة، يلي كذا. هو شو حسيته، طيار مستقبل ولا قوات لبنانية؟ هو هلأ عم بيقربوا كتير على بعضهم بالشكل. بفتكر هو طيار مستقبل. أوكي. طب ميشيل خليني أحكي شوي عن اللوك. أنت ليش مصر تبقى بهذه الصورة، وشو بيساعدك اللوك؟ يعني شو مظهرك عشو عم بيساعدك حاليا؟ انا مش فرد لوك، يعني كل فترة بيعجبني شيء بيعبر عن 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 شو انا عم حس. يعني هو نوع من رفض للواقع اذا بدك، لانه بس تلبس بطريقة مختلفة وبس تربط حالك بحقبة تانية من التاريخ بتكون مثل عم تهرب من واقع. انا عندي مشكلة مع عصرنا اليوم. نعم. يعني بحس انه هيدا العصر بائس كتير. يعني انت تتمرد على كل شيء اسمه عادات وتقاليد ونمط اجتماعي سائد؟ ايه، عندي رفض، وعندي من انا وصغير عندي مشكلة مع المحيط، مع المجتمع، مع الافكار اللي يسمى بالانجليزي الاستابليشمنت، اللي هو بيعبر عن كل هالفكر السائد. بعد انه نحن عايشين بعصر في كتير قصص غلط وغلط فادح، ولكن بعدهم كفيين فيه وما حدا عم ينتفض عليه. وقت حكيتني عن لبنان قبل انه نحن عايشين بلبنان، وانا عم فكر بحلول اذا بدك عالمية، ولكن نحن بالنهاية انا ايه، انا مع لبنان
ومع انه نلاقي حلول للبنان، ولكن لسوء الحظ الواحد يحل مشكله لبنان بدك تحل مشاكل برا، لانه حتى لو بتحل كل المشاكل هون بيكفي اي دولتين يتخانقوا قسم من اللبنانيه يمشي مع دوله والقسم الاخر يمشي مع الدوله الثانيه. هيدي عاده، هيدي بدمهم للبنانيه اصلا، يعني دائما بنشوفهم بينقسموا. من هيك الحل هو ما يعرف بالانيبولاريتي، يعني العالم كله يصفي، اداره العالم جاي من فرد مصدر، ولكن ما لازم يكون هالمصدر عرق او ثقافه او بلد معين. يعني اذا كان هالمصدر العثمانيين مثل ما على فتره بنضلنا بالمشكل، او مثل ما كانوا الامريكان هلا على 20-30 سنه متفردين بالقرارات، كمان بيكون عندنا المشكل. لازم يكون مجلس من افضل العالم من كل الشعوب، هن اللي بيتولوا اداره شؤون العالم بكامله. هيدي هي فكره نورستان. هبطت أو خفت أسهم وحدة تحدث ميشيل عن هذه الإمبراطورية، ليش؟ لأنك لم تجد الأذان الصاغية رغم أعداد الانتساب من قبل الأشخاص حول مختلف العالم، أم شو؟ أم اعتبرت أنه اللي عم تحكي فيه هو يذهب يعني بالهواء أو صداء؟ ما بعرف. برا ازدادت الوتيرة والارتيكلات دون توقف، يعني حتى ليلة عندي اجتماع مع صحفيين جايين من الخارج لهالموضوع. الارتيكلات اذا بتفوت على الانترنت، اذا بتفوت على اليوتيوب، بتشوف قد ايه الاعداد الهائلة تبع المجلات الاجنبية ووسائل الاعلام الاجنبية اللي عم تحكي بهالموضوع. ولكن بلبنان وصلت لمحل حسيت انه خلص، انه يلي بده يقتنع اقتنع، وباقي الكلام عم صفي مثل عم برغي. ما بحب يعني خلص، يلي بده بيعرف يروح على الانترنت ويشوف، يلي ما بده قالوا الكلب يلي بدك تجره على الصيد بلاه وبلا صيداته. نعم. ميشيل، كنت جريء بخطوة هذه الإمبراطورية، إذا فينا نقول لأنه كانت البدايات مع العائلة الأولى، الوالد والوالدة، يعني كأنه كنتوا عايشين ببيئة متشددة إلى حد ما، أم لا؟ لا، حكيت عن الإمبراطورية ما عمرها إلا يعني فكرة نورستان عمرها 8 سنين. مظبوط. وقتها ولا كنت ولا العائلة ولا شيء، قاعد لحالي، ولكن خطوة جريئة مأثر. بمعنى مأثر فيها بمعنى الواحد بيتأثر بعائلته، بيتأثر، بس أنا في كتير قصص رفضتها، يعني بالفكر تبعي وبشخصيتي، في قصص على نقيض أهلي، يعني بمعتقداتي، بالطريقة اللي بشوف المجتمع، العائلة، الدين، مني متفق أبدا مع أهلي. ولكن في قصص أكيد وقت واحد تربيه على الموسيقى غير ما يلي بالبيت ما بحيتهم سمعوا موسيقى، يعني انفتاحي على الموسيقى جاي من انه امي بتسمع كلاسيك وفيروز، وبي بيسمع موسيقى يونانية وبيسمع فرنسي بدق جيتار، امي اكتر اذا بدك تراديسيونال بالتقليدية بالموسيقى اللي بتسمعها. بقى هالخليط عدا عن انه بالبوستة كان يحط ام كلثوم الشوفار وغير قصص، يعني هالشي بتخلق انفتاح موسيقي استفدت منه انا. طيب. علما بانه على فتره ما كنت اشتغل بالموسيقى، ما بحياتي فكرت انه رح صير عايش انا من الموسيقى، لانه كنت اعتبرها شغله انه انا طموحي اذا بدك المشن رسالتي بالدنيا اكبر بكتير من هالموضوع. ولكن لما شفت حالي انه من بعد ما ضيعت كتير سنين وفت بمشاكل ما بقى كان عندي كتير حلول، قلت شو بتقدر تعمله أحسن شيء وبيقدر بأسرع شيء يفوت لك مصاري، من هيك رحت على الموسيقى. والموسيقى هي جبت لك الشهرة اللي أنت اعتبرتها وسيلة من الوسائل للناس تعرفك، لتتأثر بأفكارك والأراء اللي أنت بتطلقها، ما هيك؟ إنه أكيد، بس أنا ولا مرة كنت عم بسعى ورا الشهرة، يعني هي الشهرة أجت علي، ولا مرة كنت عم بسعى كمان على المصاري. يعني أنا وقتها كانوا أصحابي طموحهم نحن وصغار إنه بدهم يعملوا كتير مصاري، أنا كنت أقول ما فرقيني معي المصاري. بس كيف الشهرة سعيت وراك؟ الشهرة تجي، يعني أنا ولا مرة مثلا انترفيويت بتحدى أي صحافي طلبت منه شي مرة يمرقني ببرنامج أو يعمل لي انترفيو، ولا مرة دفعت قرش للدعايات على حالي. أي بس قصة طبيعية بتصير بعد ما ينجم الواحد، يعني بيعمل أرضية بيصير مشهور بعدين بيصير بيتصرف بطريقة تقليدية. لا، في منهم بيدفعوا تينجموا، في منهم بيدفعوا تيطلعوا بالانترفيويات. أنا انشهرت بلا ما ادفع ولا ما اركض وراها، واجوا هني وبنقي كتير، يعني مش انه مين ما اجا بعمل انترفيو وبدنا نصورك وبدنا نصور عائلتك وبدنا نصور، هدول كلهم ولا مرة عملتهم، ما فت بألعيب، ما فت بتركيبات، لانه يمكن الناس ما بتعرف العائلة عن الاعلام، عائلتك تبعد عن الاعلام بعدها، والتركيبات كمان، يعني اوقات كم مرة كم صحافي عرضوا علي انه تعال نعمل كذا ونركب قلت لهم ما بفوت بهالقصص، ما بدي تحكوا عني الا وقت اكون عندي شيء بيعه،
يعني أنا وقت أكون عندي مشروع جديد أكيد أنه مني مش هقعد أقول ما بدي أطلع أعمل دعاية للمشروع، ولكن وقتها ما في شيء الكلام من أجل الشهرة فقط. يعني ولا مرة بركب قصة أنه مثلا أنا مريض وتعوا صوروني أو تخينق مع مدري مين، أو ركب خبري أنه أنت عم تظهر مع فلانية وتقتلت معه، يعني كل هدول ولا مرة كنت بعيد عنهم ولا مرة جربت حتى فكر فيهم. حكيت بسياق الحوار ميشيل عن تأثرك بالموسيقى، لأنه قلت أنه ما فيك واحد يكون موسيقى إلا على القليل أنه كان مربع على موسيقى ببيتك، يعني كنت تسمع موسيقى من خلال الوالد والوالدة. إذا بدنا نحكي شوي بالشق الديني، بالالتزام الديني، بيك وأمك ما كانوا يصلوا؟ ما كان في يعني أجواء إيمانية داخل البيت؟ لا بعضهم يصلوا، بعده بيي كل احد بيطلع بيروح على القداس، وامي شوي اقل بفتكر تاثرت فيي. تاثرت فيك انت؟ بفتكر بفتكر يعني ماني مش حجاوب عنه، ولكن بس انا ماني من النوع يلي كمان بعد انه هيدي شغله كتير خاصه لإلي، ولا مره بعرضها يعني حتى باوروبا، مش انه لانه بالعالم العربي، ولكن بعد انه كل واحد على ايمانه وعلى دينه الله بعينه. متقول انت بتقول انه فلسفتي قريبه للشيء اللي بيقوله الله بالكتب السماويه اكثر من الممارسات اللي بيقوم فيها الانسان الملتزم دينيا، مزبوط؟ هلا كل الديانات بفتكر بتدعي لنفس الشيء، يعني ما عندك دين او يمكن اديان بيكون هدوك بيصيروا يسمون بدع، في كم فقط بعض البدع بيدعوا لقصص غير صالحه، ولكن كل الاديان بتقلك ما تكذب، ما تسرق، ما تقتل، كون صالح. وهالشي بفتكر 99% من البشرية متفقين عليه، ولكن في منهم متفقين عليه ولكن عندهم غرائز أو عندهم أوقات حب للمال لدرجة أنه حتى لو متفقين عليه بيجوا وبيتخطوه. أنا بدعي متكل القيم وكل الأخلاق وكل الأديان أنه الواحد يكون صالح أكيد. طيب ميشيل، كيف تمارس طقوسك الدينية؟ شو هو إيمانك؟ شو هي ديانتك؟ شو الديانة اللي ممكن تكون بإمبراطورية نورستان؟ كل هذه التفاصيل وغيرها من الملفات والمواضيع رح نتابعها بعد أول بريك إعلاني بحلقتنا لليلة. خليكم معنا. برحب فيكم عن جديد مشاهدينا بالجزء الثاني بحلقتنا لليلة من برنامج أبيض أسود مع ميشيل ألفترياديس. ميشيل، قبل البريك كنا عم نحكي عن الجانب الديني المتعلق بشخصيتك، وهذا السؤال يحير كثر وكثير طلبوا مني تعلم موقفك فيما يتعلق بالديانة، ولكن السؤال حيكون صريح وقوي، هل أنت إنسان كافر؟ لا، كافر أول شيء ولا كافر بيعد حاله كافر، لأنه كلمة كافر جاية من الفوكابولير، من الكلمات اللي بيستعملها اللي من غير دينك أو يلي منه مقتنع مع أفكارك. بقى ما حدا بيقدر يوصف حاله إنه كافر، لا هذا الحكي منه مقبول. وعلى كل حال كلمة الكفر بمعناها يلي يستعمل بالعالم الإسلامي وبالعالم العربي، أنا ضده، لأنه هذا عدم تقبل للآخر. فيك تعاقب الواحد على تصرفاته، يعني إذا واحد من أجل عقيدة دينية صار يذبح أولاد مثلا أكيد بدك ما فيك تحترمه، ولكن واحد ما فيك كمان تجي دينه فقط لمعتقداته. ولا يجوز معتقداتك الدينية، يعني أي ديانة بتؤمن فيها وكيف ممارستك الدينية؟ أنا عندي احترام لكل يلي يسموا رسل وأنبياء، إن كان بالديانات السماوية أو بغيرها، يعني مثلا بوذا الأمير سيدارتا يلي هو كان البوذا، بس أقرأ سيرة حياته، بس أقرأ أفكاره، بحترمه كتير. تحترمه ولا بتآمن فيه؟ لا بآمن، لا ما بآمن فيه أكيد، ما بآمن بوذا يعني. ما بتآمن بالمسيح؟ بآمن بالمسيح أنه نوجد شخص جرب يعمل ثورات وكذا، بس ما بآمن أنه المسيح مثلا ابن الله. وبهالموضوع بلتقى فيه مثلا مع الإسلام يلي ما بيعدوه ابن الله، بينما المسيحيين بيعدوه ابن الله، وأنا بلاقيها شوي
يعني الفكرة ابن الله ما كتير. هذه الفكرة أنت ما بتعتبرها مزبوطة؟ لا أنا لا بس ما ببشر يعني مني من النوع يلي ما يعرف ما يسمى بالبروزيليتيزم يلي هو يلي بيبشر عن معتقداته. أنا بقول واحد فيه بشر بأفكار فلسفية بأفكار سياسية لأنه بتقدر تعمل تغيير، ولكن الأفكار الدينية التبشير فيها ما له معنى لأنه بالنهاية اللي هو مرتاح مع دينه ما بيأذيك وما له معنى تيجي تغير له أفكاره، لأنه أنا يمكن معتقداتي بتناسبني ولكن بالنسبة لغيري بتصفي بتنزعلهم حياتهم. يعني بس يعني أنت منك مسيحي الممارسة؟ لا بس أنا مثلا بفوت وقت يكون في كنيسة كتير حلوة فوت بقعد فيها بحس بنوع من إذا بدك روحانية، ولكن مش لإيمان الديني قد ما هو إنه بحب أماكن الدين. بقرأ فلاسفة مسيحيين يعني بقرأ تيلاردو شاردان، بقرأ ناس كتبوا قصص كتير حلوة عن الدين، الدين المسيحي كفلسفة بلاقيها حلوة. هل بتصلب؟ لا ما بصلب ولا بروح إنه على الأعياد على الكنائس ولا بس انه ما عندي مشكله مثلا انه من بعد ما اموت يدفنوني دفن ديني. منا عندي مشكله يعني مش انه عامل الرجي على الدين او انه ما في. عندي اصدقاء كتير اخوارني وبحكي معهم فلسفه وبحترمهم كتير، وعندي اصدقاء شيوخ وبحكي كمان معهم دين وفلسفه. بحب الاديان. هل تؤمن بالنبي محمد؟ بؤمن انه انوجد، بس اكيد ما بامن، ولا كنت بكون مسلم لو بامن انه بالرسالة وبالقرآن وبهالقصص، ولكن بلاقي انه فلسفيا شغلة كتير حلوة، وبلاقي انه العروض يلي طرحها رائعة وبوقته كان سباق. ولكن اوقات هلأ بتضايق انه في بعض الناس خاصة السلفيين يلي بدهم يرجعوا يردونا لورا، بينما هو الدين الاسلامي دين تقدمي ودين كان عم بيقدم حلول ورفض العبودية وحكي بين التآخي بين الشعوب وما بيميز بين عرق وعرق وبين شعب وشعب آخر، وعنده تقبل كتير كبير للآخر. بتلاقي هلأ العالم بعد 1400 سنة من أيام الرسول بتلاقيهم هلأ جايين يلي هني عم يدعوا أوقات الإسلام عم يجوا يناقضوا رسالة الإسلام ويناقضوا الفكر تبع محمد. يعني في مشكلة كتير كبيرة معهم. وعندي كمان مثلا عندي كتير اطلاع على كتابات علي بن أبي طالب. نعم. وبلاقي أنه قمة من الإبداع ومن الجمال ومن الانفتاح. يعني أنت بتشبه مريم نور؟ ما مريم نور يعني ولا مرة سمعت شو بتحكي، بشوفها أوقات على التلفزيون، بجرب أوقات أسمع، ولكن بعد كم دقيقة بضيق خلقي يعني بقطع على شيء تاني لأنه بتضيق لي خلقي. يعني أنه بتوترك؟ بتوترني لأنه ما في فكرة بتبلشها وبتخلصها. يعني بتبلش بفكرة بترجع بتروح على اليمين بترجع بتروح على الشمال بتطلع بتنزل، بس ولا مرة انه من اوله لاخره التفكير. وانا بتعب من الناس يلي هيك. ليش قلت لك انه انت بتشبه مريم نور؟ لانه مريم نور بتحكي عن يعني خلال عرض لموضوع معين او شرح مفصل تحكي ما قاله سيدنا المسيح النبي محمد الامام علي. يعني بتعمل اذا بدك خلطه دينيه يعني تشرح للناس انه هي منا من عقيده او من ديانه وحده. هلا بالنهايه كل هالناس اللي حكيت عنهم وليست بعد اطول بكتير كان عندهم هم انه يحسنوا حياة البشرية. بقى الواحد ما بيقدر الا يكن لهم كل احترام، يعني حتى لو ما كان عم بيؤمن بالمورائيات وبالفكر الديني يلي هن عم يطرحوه، ولكن الحل الفلسفي اكيد بيوافق عليه الواحد، واكيد كانوا متميزين بعصرهم واذكى بكتير من الناس يلي حواليهم. طب بس انت روحانيا قلبك مع مين؟ يعني اي ممارسة دينية؟ ليك انا ما كنت بالموضوع لانه بعد انه الدين مثلا مثل اكزاكتلي يعني مثل ما حياتي الجنسية تبع واحد ما فيك تيجي تسأله مثلا انه انت شو احلامك الجنسية او كم مرة عملت سكس بالشهر مثلا. ايه انه في مواضيع انا بعد كمان المعتقد يعني في قصص تبقى بعلاقة بين الشخص ونفسه. ايه بس قل لي انت لانه الناس حابه تعرف. ما انت امبراطور يعني انت قدوه للناس. بحبوا يعرفوها الناس، انا ما ضروري اعطيهم اياها. يعني اذا بحبوا يعرفوا مع مين كنت من 3 ايام وانا ما طالع على بالي اقول لهم، ما بقول لهم لا ما خصكم في هذا الموضوع. وبرايي انه حتى لو بدي احكي بهالموضوع بطلب مثلا انه انعطى 15 حلقه تا
تقدر تفسر، لأنه موضوع مثل هيدا مش لا يفسر بكلمة. يعني اللي بيطلع على التلفزيون بيقول لك والله أنا ما بآمن بيكون أهبل هيدا، لأنه ما في الواحد يقول ما في شخص أنت بمين ما بآمن بشيء. أنا بآمن بأنه الحياة شغلة كتير حلوة، والحياة شغلة مقدسة، والحياة لازم نحترمها، ولازم كل إنسان يسعى أنه يطور حاله ويطور الناس يلي حواليه. روحانياً بتآمن بمين؟ يعني قلت أنه أنت مسيحي يعني على الهوية، تدخل إلى الكنيسة، تدخل إلى الكنيسة ولكن ما بتصلب. حكيت عن النبي محمد، حكيت عن الإمام علي، بس ما بدخل على الكنيسة وبدخل على الجامع. وقت رحت على الهند أنه رحت زرت المعابد البوذية، يعني ما معناتها أنه صرت آمن بهالشي، ولكن أنا أعجب أوقات بقدرة الإنسان أنه أوقات من أجل أفكار دينية أجمل الفن انعمل على قرون طويلة في سبيل الدين. يعني إن كان التاج محل أو الشابيل سيكستين أو يعني المعابد البوذية يلي بالكمبودج وغيرها، كانت كل هذه التعبير ولع الإنسان وهالشي بيدل يعني الدين ليه حلو، لأنه الإنسان عم يسعى أنه يطور حياته، عم يسعى أنه يصير أحسن ما هو. ولكن أنا اللي بقوله للعالم أنه لو بتضيعوا وقت أكتر على أنه تطوروا حياتكم يلي هون ويلي هي أكيدة، لأنه إحنا أكيد موجودين هلأ، يعني أنا وياك بالستوديو وعم نطلع على التلفزيون كذا، يعني اشتغلوا على الشغلة الأكيدة 90% و10% على شو رح يجي بعدين بعد الموت. أوريا اللي عم بيصير أنه بتلاقي ناس هلأ ما بقى همهم إلا شو فيه بعدينا، وعم يقتلوا وعم بيدمروا الحياة وعم بيفجروا حالهم من أجل يلي بعدين يلي منه مضمون، ونسين يلي موجود هون. طب أنت بتآمن بحياة ما بعد الموت؟ ببقى بجاوبك بعد ما موت إذا قدرت جاوبك. بتعيش يعني هاجس الموت؟ لا بتخاف من الموت؟ كان عندي هاجس الموت أكثر بكتير وقتها كنت آمن إنه في أول ما رح موت في حدا ناطرني وبده يجي يقيم لي كل كلمة قلتها وكل شغلة عملتها. يعني وقتها كان عمري 12-13 سنة، كنت خاف أكتر بكتير من الموت من وقت ما تخطيت هيدي الفكرة. وما عندي أنا مشكلة باللي بيصير من بعد حادثة الموت. أنا عندي مشكلة كيف عشت لحديت ما كنت متت. يعني بفضل اشتغل على حياتي اليومية والأرضية أكثر بكثير من الحياة السماوية اللي بيحكوا عنها المسيحية، أو الحياة ما بعد الموت اللي بيحكوا عنها ديانات أخرى. إيه بس أنت يعني هون مع بتفكر بمبدأ الحساب والعقاب من بعد الموت من الله. أنا اللي بخوفني أكثر حساب والعقاب تبعول ضميري. يعني أنا بعيش جحيم على الأرض وقت أوقات بعمل غلطة، وبعيش مع ضميري كل يوم وكل ثانية عم بيأنبني وعم بيعذبني. يعني ما صايرة كتير معي، ولكن مرة أو مرتين اللي أوقات عملت قصص حسيتها مأزية وندمت عليها، إيه إنه عشت جحيم. مثل شو يعني؟ طب شو خبرك على التلفزيون؟ شي كبير يعني؟ يعني إنه إيه زعملك عذبني ضميري، مش إنه دعس على دنب لبسيني. قتل؟ لا مش دم؟ انه في الواحد اوقات بحياته بيقطع بقصص بيضطر يعمل. يعني احنا ما تربينا بسويسرا ولا بالسويد، يعني اللي عاش بمنطقتنا كان في شباب قاعدين بالزاويه بالملجأ عم يرشفوا، وكان في شباب تانيين حاملين سلاح. انا كنت من التانيين. انت كنت حامل سلاح؟ انا ايه حملت سلاح. يعني في اشخاص تضرروا من سلاحك؟ ايه، انه ما كنا عم نقوس بواشق. شو كيف كفرت عن ذنوبك للأشخاص اللي قتلوا أو جرحوا من سلاحك؟ ما كفرت عن ذنوب، لأنه في منهم بيستاهلوا. يعني أنا بعتبر أنه أوقات وقت يكون واحد جاي يعتدي عليك من واجباتك أنك تقوس عليه. هلأ إذا صبته مشكلته، يعني أكيد أنه بتحس حتى لو كان ابن بلدك؟ هلأ إذا الواحد عم يأذيك وابن بلدك، ايه اكيد. يعني انه شو فكرة ابن بلدك؟ يعني انا ما بعتبر انا بلدي الكرة الارضية. اذا واحد ياباني وبده الخير لإلي بحبه اكتر بكتير من جاري اللي بده يأذيني، بحبه اكتر من خيي اللي بده يأذيني. يعني انا بالنهاية عدوي يلي بده يأذيني ويلي بده يجرب يقتلني مثلا. خلينا بس هون لننوه انه نحن هون عم نحكي عن مرحلة كان فيها اشتباكات مع القوات اللبنانية او شباب القوات اللبنانية وغيرها. يعني كان في حرب، ما رح نرجع نفتح ملفات الحرب اللبنانية. بس ما رأنا بأيام كله كان عم بقوس على كله. يعني انت بتعتبر او مع مبدأ انه الدم ما بيصير مي؟
أنا مع مبدأ إنه أوقات في شغلة اسمها الكونسيونس بوليتيك اللي هي الوعي السياسي اللي بتخلي أوقات الواحد حتى لو في دم وحتى لو في كل شيء يطوي صفحة جديدة ويبلش إذا الآخر تغير. نعم. إذا الآخر ما تغير لا يعني إذا وائل كان بده يقتلني بعده بده يقتلني. أي أصلاً أنت تعرضت لمحاولتين اغتيال وحسب ما بعرف إنه أنت تشعر دائماً إنه هناك أكثر من عدو لإلك. يعني إذا بدنا نحكي بشكل واضح فينا نقول إنه معركتك أو عداوتك مع القوات اللبنانية بتشبه عداوة سليمان فرنجي مع سمير جعجع. هلا عداوة سليمان فرنجي أكثر بكتير، يعني سليمان فرنجي قتلوا له أهله يعني معاناته أكثر بكتير من معاناتي، ولكن بفتكر إنه عنا نفس الرأي يعني أنا سليمان فرنجي عن سمير جعجع. يعني في كتير لبنانية بيشطون الرأي وأمر عجيب إنه هالإنسان بعده عنده منبر وبيطلع بالحياة السياسية اللبنانية وبيحكي من بعد كل يلي عمله وفي وبعد ما تعلموا اللبنانية، يعني في غيره من الناس يلي حتى لو بعد ما عملوا الجريمة نحن عارفين شو مشروعهم وبعدهم فالتين. من هون أنا بقول وقت حكينا عن الجيش إنه وين الجيش؟ قلت لك هلأ بتسري وين الجيش، وين الدولة، وين الدرك، وين الدولة بقى وينو ميشيل بقى في شيء غريب. يعني هون ما بيشوفوا البوكس إلا وقتها بتزرق عينهم، يعني القوة هو الواحد إنه إذا عدوك بالوجه هو عم يتحرك قبل ما يكون ضرب البوكس تكون أنت صديته وحطيته عند حده. هون بيحرك إيده وبيضربك على عينك وبتقشط بالأرض وما بتوعى إنه أخذ بوكس إلا بعد بنهار تطلع على المراية وتلاقي عينك سودة. بقى إنه شو ناطرين مثلا على هالكام سعدين يلي عم يطلعوا يحكوا حكي طالع نازل وتحريض طائفة إنه تردعون سكتون تمنعون يحكوا عن الناس يلي بيعملوا عرادة؟ عن مين عم تحكي؟ يا هاي في كتير سعدين، يعني مش عم بقصد سعدين معين ولكن هلأ أنا وجاي مثلا كنت عم بسمع هون عندكم بالمونتاج قلت لك شو هيدا، قلت لي عن حدا انه عم يحكي هون رح اقول انا الاسم انه يعني بين ميشيل الفترياديس اللي عمل مثلا حمله المديونيه واتهم انه بده يخرب البلد وانه بده يقطع بارزاق الناس وصار في دعاوى ومحاكم الى هنالك وتراجعت عن الموضوع بعد ما شفت انه صار شيء اكبر منك، وبين اللي كنت عم تسمعه اليوم خطاب للشيخ احمد الاسير وكنت عم تنتقد انت الافكار او الممارسات السلفيه انه بتحس انه بلبنان في شيء بيركب وفي شيء ما بيركب كله ما بيركب. يعني نحن صار لنا سنين كله ما عم يركب، يعني كل شغله شو أسوأ طريقه تركبها بيركبوها فيها. بيستفزك يعني خطاب الشيخ احمد الاسير؟ بفتكر بيستفز كل العالم الا انصاره ما عرف قديش 150 200 واحد، ولكن باقي الناس كل لبناني طبيعي بيستفزوا هيك كلام. يعني مين برايك من السياسيين اللبنانيين هن وراء ما يقوم به او هن بيعتبروا انه في مصلحه من الاشياء اللي عم بيعملها؟ يعني في بفتكر انه المصدر الاساسي لإله والراعي الاساسي منه لبناني، لانه السياسيين اللبنانيين قد ما يكونوا بيلعبوا بالنار ما بيصالوا لهالدرجه يلعبوا بالنار، يعني ما بتجيب فكر سلفي تكفيري على بلد مثل لبنان فيه 17 18 طائفه، بلد معروف بالتعايش، بيلعبوا كارت الطائفيه لمحل اذا بدك يستفيدوا بالانتخابات او بغير مكتسبات، ولكن لما تكون عم تجيب هيك فكر اذا فلتوا هيدول راح البلد، يعني بنصير سوريا تانية بين ليله وضحاها. اذا الجيش العربي السوري بكل قدراته وبكل تدريبه مع كل المخابرات اللي كانت محيطه فيه صار له سنتين وبعد ما قدر عليهم، نحن اذا فلتوا عنا شفنا بنهر البارد لما فلتوا كم ضحيه كم شهيد، أكثر من 150 أكثر من 130 شهيد للجيش اللبناني. هيدول كانوا مجموعة بقلب مخيم، إذا إجوا بالألاف وانتشروا على الأراضي اللبنانية وفلتوا شو بيبقى من لبنان؟ ماشي يعني شو بدهم من لبنان؟ يعني هني شو عم بيعملوا للبنان؟ أو برأيك لأي مرحلة حيوصلوا لبنان؟ ليك المشروع إذا واحد بيقرأ كيسينجر وإذا بيقرأ التفكير الأمريكاني من أيام ليو شتراوس اللي هو المؤسس للمحافظين الجدد بتفهم أنه لهالمنطقة من وقتها عم ينرسم مخططات. مزبوط. والفوضى البناءة حكيوا فيها بكل وقاحة وكل فترة والتاني بيجعوا بيعرضوها وعم نشوفها هلا عم تتطبق على الأرض. بالنسبة لإلهم كتير منيح أنه هالمنطقة من العالم
دب فيها الفوضى وصفي في عندك عصابات سلفية على نمط ماد ماكس يعني بسيارات وعم بقوصوا بالهواء مثل ما نشوفهم بعراق وشو ما كل ما بشوفوا حدا بيدبحوه. بالنسبة لهم هيدا كتير منيح انه يقدروا يفرجوا هالصورة عن الإسلام. ولسوء الحظ انه في ناس بيدعوا الإسلام مشوا بهيك مخطط وما واعيين وما فهمنين انه المستفيد الأكبر من يلي عم بيصير بالعالم العربي حاليا هو إسرائيل ومن وراء إسرائيل أمريكا. وانه بنسبهم انه كل هالجامعات تجي على 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 مناطقنا هون ويقتلوا بعضهم وتدب الفوضى وتصطدم مع جيوشنا بدل ما الجيوش العربية تكون موجهة سلاحة على إسرائيل يصفوا قاعدين عم بيضيعوا وقتهم عم ينقتلوا من قبل هالجماعات. برأيك في بعض الأطراف المسيحية في لبنان مستفيدة من تصاعد وتنامي الحركة السلفية في لبنان؟ مستفيدين. هلأ في ناس مثلا سمير جعجع راهن على دخول الجيش السوري على المناطق الشرقية ب 13 تشرين سنة 90 ودفع حقه بعد بكم سنة وقعد 11 سنة بالحبس. كل عمره يعمل رهانات خاطئة يعني بس بده يطلع بس طلع على شرق صيدا دفعوا حق المسيحيين بشرق صيدا بس طلع على الشوف كمان وبس يطلع يعني أول شيء أقدامه تهجيرية رهاناته خاطئة وعطول خسران يعني بس يكون مفكر حاله عم يعمل شيء تيكون ربحان بيكون خسران وبس يكون خسران بيكون خسران. بقى إذا هو مفكر أنه بطلعة السلفية رح يقوى نجمه أكيد لأ يعني أنه حتى لو صليب ومشطوب بيضلوا بالنسبة للسلفية اسمه صليب وأكيد إذا تلقطوا فيه قد ما تكون زقفت لهم يعني السلفية منه من النوع إنه إذا زقفت له بالثورة تبعه بيجي بعدين بيقول لك ميرسي فوزيتي تري جانتي ساعدتونا على الثورة تبعولنا. حتى لو زقفت له إذا منك من عقيدته بيجي عليك أول ما في تلقطك بيدبحك يعني عم تحكي بناس رايحين بتريب هلوسة. طيب بما أنه بعدنا بالإطار الديني بأمريكا بنعرف شو الديانة بالفاتيكان الديانة الكاثوليكية بمكة الإسلام بإمبراطورية نورستان شو حتكون الديانة؟ هلا أنا إذا بدك مثل ما بفرنسا ما في ديانة معينة مثل ما بالبلاد النورديك يعني في كتير بلاد فيها انفتاح وتعدد الأديان حتى بلبنان بيحترم كل الأديان وما عنده إنه دين الدولة. أنا في تقبل لكل الأديان طالما هالأديان تحت القانون حتى تحت القانون أكثر من ما هو هون يعني أنا مش لأنه واحد خوري أو إنه شيخ مثلا إنه خوري في ركب جرس بنص المدينة بيقلق العالم بصوت أو بدك تمارس دينك بتمارس دينك من دون ما تزعج جيرانك. يعني حتى مثلا بلبنان وما بعرف ليه ما حدا عم يحكي بالموضوع بس انا في احكي فيه انه للأدين انه انا اوكي مع انه يدعو للصلاة بس وقتها كان بلال يطلع المؤذن اول مؤذن بلال يطلع لحاله يقدم بلا هو بارلر ومش وكان صوته يصال لحي او اثنين وما كان في حاجه لمكبرات صوت بس مكبرات صوت كمان لازم يكون في ديسيبل متر بيقيس قديه المكبر الصوت. أنا قاعد لأنه أنا بحب أقعد بالبيئات المختلطة أنا قاعد براس بيروت طيب إنه ست سبع جوامع بيقدموا مع بعض بفرق بديلي صغير يعني لو كلهم موحدين بذات الوقت بتكون يمكن مقبولة ولكن بيطلع الأول بيطلع بالأخير على الأربعة بكرة أنا كل يوم عم بوعى. طب قلت إنه لما تدخل إلى الكنيسة تشعر بروحانية معينة من خلال التراتيل لما تسمع القرآن الكريم تشعر بروحانية دينية بس مش أو لما تسمع الأذان مش أربعة بكرة يعني أنا بحب كتير الأذان وبلاقي إنه في بعض المؤذنين والكلام يلي بينقال كمان كلام كتير حلو ولكن بدي أقدر كمان على ليفل معين ومش كل يوم على الأربعة بكرة لقلي أنا مع أنه يقدنه ولكن إذا حدا عم بيقدن بليفل معين ما بنزعج ولكن إنسانيا فز من تختي أنا عم فز من تختك؟ فز من تختي لأنه مفكر أنه فات حدا علي أو صار شيء يعني الليفل اللي طالع عندي بالأوضة إذا بتجي بتقيسه علميا لا يسمح فيه يعني إذا جارك عم يسمع موسيقى أو شو ما كان عم يعمل ما فيك تحت بس هيك حيعتبروك الليلة اللي عم يسمعوك إنه لا ما أنا الكنيسة كانت تزعجني وطلعت خنقت مع الخوري بس الشيخ ما فيه اتخنق معه لأنه أنا اسمي ميشيل يعني أنا لو كان اسمي محمد أو حسن كنت رحت لعند الشيخ قلت له شيخنا أنا معك وكل شيء بس إنه ما ضروري هيدا الليفل لأنه حتى لو بدي أقوم صلي بلا ما يكون هالليفل عندي بالأوضة يعني حتى لو أنا عايز وبعدين
ما كان في صار في الموبايل في عندك كمان فيك تعير الموبايل اي ساعة بدك بدك يدق وتقوم تصلي إذا بدك يعني في كتير قصص ولكن التابويات بلبنان أوقات بتلقطوا لك بشغلة تابو بس تحكي فيها لو نعم. ما عندي الوقت وأنا بس قلت لك هيدي كانوا فزوا إنه أنا عند لا ما عندي مشكلة بدبي بدبي في ليفل للأدين بتركيا عملوا كمان نعمل يعني في عدة بلاد نعمل ليفلينج. أوكي ميشيل أشتريادس أيضا مواضيع تانية وملفات رح نبحثها معك ورح ناخد رأيك فيها ولكن بعد تاني بريك إعلاني ما تروحوا لبعيد خليكم معنا مشاهدينا. مساء الخير عن جديد مشاهدينا بالفقرة الثالثة والأخيرة من حلقتنا لليلة من برنامج أبيض أسود مع ميشيل ألفترياديس مسك عن جديد. بس قبل ما نكفي حوارنا لليلة رح نتوقف مع ريبورتاج بعض الشخصيات السياسية الفنية أهمة ميشيل عون. شو رأيهم بميشيل ألفترياديس رح نشوفه من خلال هالريبورتاج. Ils ont une vie derrière eux. Or, le cas de Michel, c'est qu'il a eu une vie. Il a toujours été résistant. Il a même combattu. Il n'était pas toujours du bon côté, c'est-à-dire celui qui gagnait, mais il était résistant. Chaque fois qu'on me parle du Liban, je demande des nouvelles de ce phénomène Eleftheriades pour savoir ce qu'il devient. بطبعه كان مناضل وناشط ثابت وصلب يعني ومعاند وبعده ما زال يحتفظ بهالطبع لليوم يعني في نوع من الايدنتيفيكاسيون مع الشخصية علشان هيك مع فارق العمر بيعتبرني مثل بيو وانا كمان بعتبره مثل ابني. Ça n'est pas original de trouver comme mot original mais je dirais ça. Et la deuxième des choses c'est courageux. J'ai fait donc cet éloge du militant de base qu'il a été, du musicien, de l'écrivain, de l'homme amateur des beaux-arts aussi, de peinture. Mais je crois aussi que c'est plus que cela et que certainement dans le Liban qui vient, il devrait occuper une place plus grande. Je pense que Michel Eleftheriades fait partie de ces personnes qui, si elles n'existaient pas, il faudrait les inventer. Je dirais de lui que c'est véritablement un cosmopolite au sens le plus noble du terme, un internationaliste qui en a eu assez de ces divisions de l'humanité. Michel كان من اللي تطلع بالصف كله بتلاقي في حدا مختلف مختلف بمعنى انه منه جزء من الكليشيه اللي الكل يعني بيكونوا وراء من نحن وبالمدرسة كان عنده شيء مختلف. شو هو هالشيء المختلف؟ كل مرة يعبر عنه بطريقة كمان مختلفة. يعني كان عنده طريقته بأنه يكون مغير عن الباقيين، يكون مش شخص هيك كونفورميست ماشي مثل ما الكل بيمشوا. I find him someone that's a combination of having a sense of extreme idealism to the point of it being unreal, being completely idealistic, but at the same time thinking that he can actually make certain things happen. And I think that comes probably out of his experience. He's got a very rich experience and he's got a very varied experience. I think he's fairly unique. I've known other people who are artists, other people who are managing events, other people who try political dialogue.
already those two are difficult or unusual to find together. And then on top of that, you have Nowhere Stan, and I've not met an emperor before, you know. So on top of that, he's an emperor and has all the accoutrements of being an emperor. Or present. I think he's present. He's always there, whether it's artistically, flamboyantly, politically, he's there. Je connais dans l'entourage de Michel pas mal de gens quand même. Parce que Michel connaît tout le monde. Et c'est ça qui est le plus étonnant. Et comment il peut connaître autant de gens? Je me dis que c'est un type qui est plus qu'un homme important dans la vie culturelle. Je pense que c'est... J'ai l'impression de rencontrer Lord Byron. Comment dire? J'ai l'impression de rencontrer ces grandes figures quasi mythologiques de la littérature, de l'art, de la vie en général, de la vie politique, de la vie culturelle. Ces gens qui marquent comme ça, juste parce qu'ils sont eux. إذن عودة لكم ميشيل, شفنا مجموعة شهادات عنك كلها بيضة, كلهم عم بيحكوا عنك أشياء إيجابية. هذا حكي قصص مش إيجابية قصيناهم. ليه؟ لا عم بمزح. هيدا هون منشالين من فيلم عم يعملوه فرنسيين عني, اخذين فيه شهادات لناس, وفيه كمان ارشيفات, وفيه بيحكوا عن الفترة اللي كنت موجود فيها بكوبا, عن نشاطات, يعني رجعوا اخذوا كل الارشيف وصاروا عم يشتغلوا اكثر من سنة ونص على الموضوع. فينا نقول انه انت ثائر على كل شيء, بتحس حالك او بتحلم تكون ثائر مثل تشي جيفارا مثلا بلبنان او بالعالم؟ مازال بتحب حياة الثورة؟ مش بتشيكيبارا, أن شيكيبارا كان مشروعه الشيوعية, أنا منه هيدا مشروعي. وكلمة ثائر آخر فترة أنا شوي صار عندي اشمئزاز منها, لأنه الأمريكان يلي عندهم القوة العجيبة بأنه يكرهوك بأوقات بأكتر قصص بتحبها بس يبلشوا هني يستعملوها, قدروا توصلوا أنه يقرفوني شوي من كلمة ثائر ومن كلمة ثورة وقت اللي عم ينسبوها لناس ما كتير بحترمهم. وقت عم شوف كمان النتائج تبع بعض مشاريعهم, يعني ياريتهم بقيوا على محاربة الثورات من ما أنهم يدعموها, لأنه مطرح ما بيحطوا إيدهم بيخربوها. لما سافرت إلى أمريكا بدعوة من الخارجية الأمريكية, كنت حاسس أنه في مشروع تجنيد لإلك بعد اطلاعهم على أفكارك؟ كنت خايف من هيدا الشيء انه تستخدم من قبلهم انت ولا لا؟ كان في مشروع اذا بدك يخففوا من حدة حديثة عنهم بوسائل الاعلام, وانه يفرجوني انه انا غلطان. ولكن لا, ما يعني من قبل ما اروح كنت عارف انه ما رح يصالوا لنتيجة, ولكن كمان ما كنت طالع عبالي اقطع هالدنيا بلا ما اشوف مدن قريت عنا وشفتها بالأفلام, وأنا ألمس الواقع وشوف يلي شفته. ميشيل, بس شو استفدت وشو فدت من هذه الزيارة؟ شو فدت؟ ما بفتكر فدتهم كتير, يعني كلفتهم وتسألت عليهم, دلقت سألت عليهم. كيف يعني؟ يعني إذا اتطلب واتسأل, يعني مثل يلي قصد, بتعرف أوقات بيكون في الضيف السائل يلي بيكون جاي يتسأل عليك, يعني بس عملنا هيدول ليك انتو, يعني رحت تسألت. يعني أنا عادة بكون ضيف خفيف وبكون مهذب, بس هونيك قد ما في تقل دم تقل دم. بقى ما استفادوا شيء. أنا بالمقابل شفت بلاد كتير حلوة. أوكي. وأسفت إنه قادرين يعملوا جنة لإلهم ويعملوا جحيم بباقي العالم. يعني اللي بيسموه هن The American Dream, الحلم الأمريكي, هو كابوس لباقي الشعوب على حساب دماء الشعوب وعلى حساب اقتصادات الشعوب, قدروا يبنوا امبراطورية رائعة. رح أرجع هيك أدخل إلى الجانب الفني بحياتك أو مسيرتك المهنية. حنشوف بعد شوي ريبورتاج عن البروغرام اللي عملته, اللي هو بس قطع منه 10 حلقات وتوقفوا. هلأ بيستمر, أنا شفت البرومو يمكن على الـ MBC بعتقد, او على الال بي سي, مش ما بعرف بالضبط وين شفتها. بس انت بالفن اشتغلت ورجعت احيات اسماء جديده, واذا بتلاحظ انه بالفوكس بوب انا استقصدت خليها لما كنت عم بسال الناس عن ميشيل الفترياديس, فكروا انه انا عم بسال عن توني حنا, لما قلت لهم انه هو اللي بيطول دقنه وبيحمل عصايه وبيربي شعراته من ورا. هل بتعتبر انه الفنان توني حنا طعنك بظهرك؟ لا, كلمة طعنة بدهني لا, يعني كلمة
طعم بالدهن، لا انه عمل غلطه وعم يدفع حقها. هلا كيف عم يدفع حقها؟ يدفع حقها قانونيا، يعني انه على فتره انا بالاول من بعد ما عمل الغلطه صار في دعاوى بينكم؟ لا لا، ما بالاول ما صار في دعاوى، على سنه ونص ما صار في دعاوى، طولت بالي ولكن صار يتمادى. وبالنهاية انه اذا الواحد جلده عم يرعاه بالنهاية هي المشكلة بلشت على عم ينبش عليه. هي المشكلة بلشت، خليني انا رح وصف وانت بتصحح لي اذا اخطأت. يعني انت اعادت احياء بعض الحفلات واشتغلت موسيقيا لطوني حنا، ولكن بمرحلة معين حسيت انه عم بيكبر لا 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 عليك لا لا ومضى مع غيرك اللي هو المفروض ضل يمضي معك. ما مضي مع غير ماشي، بس يطلع القانون مش الحكم القاضي، وقرب يطلع حكم القاضي ببعث لك حكم القاضي. يعني القصة منا مثل ما الإعلام عم يحكي فيها أو مثل ما هو حكي فيها. قصة في إشي شخصية، لا ما في شيء أبدا شخصي بيني وبينه. المشكل بين الشركة يلي أنا عندي ويلي مني لحالي فيها وطوني حنا. أنا بقيت على علاقة كتير منيحة معه حتى من بعد المشكل، واتصلت فيه كذا مرة وجربت أنه قل له يا طوني بالطريقة اللي عم تتصرف واصل على مشكل كبير. الحق على يلي قالوا له أنه في يتصرف بهالطريقة، الحق على محامين ما بيعرفوا مصلحة الزبون تبعهم، يعني بيدندلوا بمشاكل وبيقولوا له لا فيك تعمل هيك، وبيكون قانونيا ما في يعمل. وبالنهاية في كتير ناس بتنسى أوقات انه الضابط او الفنان او الشخص المهم بالبلد مهما يعلى شأنه بيضلوا تحت القانون. يعني اذا واحد كان اذا وديع الصافي فنان عظيم، ما له حق مثلا وديع الصافي يخبص واحد على الطريق ويقول له انا وديع الصافي، او انه يستحلي شغلي يخدها بلا ما يدفع او كذا. يعني اكبر فنانين في لازم بس انت ليش قوانين. محفظ عن محترب. يعني تقول حقيقة شو صار؟ لا بتخاف ما منه؟ لا ما بخاف. بس ما انا ما بحب القال والقيل. يعني انا بفضل احكي عن مشروع جديد، عن فلسفة، عن فكر، عن كذا، من ما قصص لتلاتات الحكي. يعني هيدول البرامج اللي بتكون قائمة على انا ما بقطع ولا واحد فيهم على شو قال هيداك وشو قال، وبصيروا يجاوبوا وبيخترعوا خبريات ما لها معنى. لانه انا في يقول شو ما كان، في يقول لك انه فلان فات على بيته وسرق لي كل شيء، هو ما يكون سارق. يعني يعني الحكي ما عليه جمرك. قدام القاضي ما فيك تحكي شو ما كان، لانه كل كلمه بتقولها للقاضي لازم تقدر تبرهنها، والا ما فيك تقولها. من هيك انا على طول بلجأ بهالنوع من المشاكل الى القانون. نعم. يعني بس هلا عداوه يعني، وانت متفائل انه القرار يصدر؟ يعني انا اذا بلتقى فيه بسلم عليه عداوة بالمحكمة. القصة يعني هو حكي وطلع على التلفزيون، حكي طالع نازل. أنا ما حكيت طالع نازل، أنا رحت عند بالأول ما رحت عند القاضي لأنه عارف أنه معي حق 100%، بس قلت زلمة قد بي وفي خبز وملح وفي عمر طويل بسيطة، يعني القصص المادية تعوض. ولكن أنه يطلع يحكي حكي طالع نازل ما له معنى جرني إلا أنه رحت عند القاضي وحصل حقي. وهلا متفائل انه القرار او النتيجه حتجي لصالحك؟ حتى لو القاضي كان ابنه او القاضي خيه او بيه، في قصص ما في. يعني وقت يكون واحد في بند في بنود ملزمه له ضارب عرض الحائط فيهم لكل البنود، وقت يكون واحد مخالف الكونترا اكثر من 200 نقطه، وقت باللوائح كلهم موثقين مع ما في. يعني القاضي لو مين ما كان بده ياخذ القرار ضده. في حال لو اخذ المبادره من نفسه لعوده المياه الى مجاريها، بترجع بتشتغلوا سوا؟ اخذها وعمل وصايه واتصلوا فيه من اهم الناس بالبلد، من اكثر الناس اللي بحترمهم، وانه ما بيجوز اللي عم بيصير وحكيه وكذا. قلت لهم خلص يعني في محل توليت، يعني كان هذا الشيء فيه يعمله قبل، بس مش وقتها حس انه القرار طالع ضده. وقت يكون غير المحامي تبعه جيب محامي أوعى وقال له المحامي له 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 شو عملته، مش ساعتها في يرجع الواحد. يعني هيدي رجعة مصلحة، مش لأنه وعي أو لأنه ندم، بس لأنه فهم أنه رح يدفع حق غلطته، وهالشي ما أنا ما بقبل فيه. خلي القانون يروح للأخير. شو بتقله الليلة إذا عم بيحترك؟ ماشي، اللي بقله أنه شد حالك. كيف يعني؟ شد حالك يعني انه ما في يكفي مثل ما هو مكفى، يعني ما في بحياته بكذا. الواحد بده يكون واعي يعني اللي هو كيف مكفي، كيف عم بكفي عشوائية حياته. يعني القصة عشوائية، يعني طريقة الشغل وطريقة التصرف عشوائية، وفكره انه كله مسموح وكله فوضى وكله كله كله. لا ما فيك، يعني ما فيك. يعني الواحد يلي ما في شيء بهالدنيا كبير انبنى ونعمل
إلا ما كان في نظام، إلا ما كان في ديسيبلين، إلا ما كان في احترام لقوانين ولقواعد، وإلا بتضل الدنيا فوضى، والفوضى منا نفعته. بس مع توني حنا صار معك هذه المشكلة، لأنه حسب معلوماتي لا كان في حدا مع تاني فنانين لا مين مع فنانين لا في مع ملحم زين مشكل على يومين ثلاثة 2004 هيدي بالمهرجان، وإنه كتير كتير أصحاب وجابعت لك شبابه ولا لا؟ لا لا وقتها فتا وقتها صار في مشكل يعني كبير بيني وبينه يعني ببعلبك على المسرح. بس انه كان مشكل يعني انه مش انه قانوني او قضائي او انه شغلي طويل يعني طلع خلقه علي وطلع خلقه عليه وتطورت القصة ووصلت بس ما اشتبكته مباشرة لا، بس انه تحصرنا بالقلعة وكسرنا الحصار وطلعنا من القلعة. ومين فاز بالنهاية تعتبر أنت؟ لا هو اللي اعتذر، كان هو يلي قال يعني فار دمه. كمان وقتها كان في ناس حواليه كمان وصلوا له حكي ما كان مزبوط، وقنعوا بتيوريات المؤامرة أنه أنا عامل مؤامرة عليهم، طلعوا على بعلبك تمرق غير عالم وكذا، وأنا اللي اخترته مزبوط. يعني أنا اخترته لبعلبك لأنه بعتبر لحديت هلأ أنه من أحلى الأصوات إذا مش أحلى صوت بجيله هو ملحم زين، والأداء تبعه رائع. وأنا من الحفلات القليلة اللي إذا بنعزم عليها لمطربين بروح هو ملحم، لأنه بنبسط ومهضوم يعني عدا عن هذه شغلة عن جد بيحكوا أنه بالجلسات كثير قريب إلى القلب. هو الأفضل كصوت من بعلبك، من بعلبكي يعني، مش بس من بعلبك لا مش عم بقارنه بس بأصوات بعلبك، عم بحكي من أفضل الأصوات بجيله بكل العالم العربي. بتعتبر قدر يترك بصمة سريعا من بداياته لهلا أكثر بمرحلة مقارنة مع الفنان عاصي الحلاني؟ إيه أنا متأكد إنه إيه. هلا في شغلة ملحم صوته أحلى منه، بس الباقيين عم ينقوا أغاني أحلى من ملحم. يعني ملحم عم بيروح إلى الشجن والحزن بمحلات معينة، ما عم بيصيبه كتير بخيار الأغاني. ولو ملحم كانوا عم بينقلوا أغاني مثل ما باقيين عم بينقوا أغاني، كان قدر الحق أكتر بكتير من يلي محقق. هلأ محقق بس أيام كمان صعبة على الكل. يعني عاصي بلش قبل بكتير من ملحم. عاصي بتعتبره فنان؟ عاصي الحلاني؟ انه اكيد انا كلمه فنان تقلك، لانه عندك فلسفتك الخاصه. ما بدي اظلمه لعاصي واجي طبقها على عاصي. يعني انا بعتبر 99% من الناس الموجودين على الساحه وحتى اللي يعتبروا عمالقه لا تستعمل عليهم كلمه فنان، لانه كلمه فنان منا فقط حنجره حلوه. يعني الحنجره الحلوه بتعطيك صوت حلو، بس الفن ما بينبع من الحنجره. الفن هو تركيبه خاصه بتكون ب نفسية الشخص، بدماغه، بتصرفاته، بالهيلة تبعه. يعني عاصي فنان هلأ بالنسبة لنظرك أو لا؟ عاصي صوته حلو، إنسان مهذب وآدمي، بس كلمة فنان لا. بس إنه إذا بتسألني سريع هلأ بنقعد هلأ لعبكرة بتعدلي كل الفنانين. طب نوال الزغبي؟ لا أكيد نوال الزغبي مش فنانة وصوتها ما حلو كمان. يعني مش بس إنه منها صوتها ما حلو؟ أنا ما بلاقي صوته حلو، وفي محلات كتير فيه نشاز. هلا جمال الصوت شغلة كتير منا موضوعية، يعني في صوت أنا لقيه حلو أنت ما تلاقيه حلو، ولكن النشاز هو شيء علمي بينقاس بالمكانات حتى. يعني أنت بتعتبر إنه نوال الزغبي بتنشز؟ إيه بتنشز. إليسا؟ إيه شديت عليها كمان. إف يعني بيمروا أكتر نطات منشزة من النطات الجالسين. بس هي هلأ بلجنة حكم ببرنامج أنت كمان كنت بلجنة الحكم تعوله الإكس فاكتور. إيه بس أنا وبلجنة الحكم تبع إكس فاكتور قطعت شابة سورية، نسيت شو اسمها، كيفها شابة؟ شابة صبية. صبية سورية غنت غنية لإليسا وقلت لها على الهوى، وقتها صار في سكاندال. قلت لها أنه حلو الواحد يشوف أنه هاوي عم تغني الغنية احلى من ما صاحبه الغنيه بتغنيها. مزبوط قلت هيك وقتها. بقى من وقتها هيدا رايي بأليسا، وبعده ما تغير. هذا ما معناته انه بكرهها، ما بكره حدا. انا بالنهايه الفنانين بس يكون قاطعين على محطه، بكفي تغير المحطه تتلغيهم من حياتك، ما بيقدروا يتدخلوا. السياسه حتى لو انا ما بسمعه للسياسه الفلاني بس هو عم ينزع لحياتي، لانه عم بيأثر على اقتصاد بلدي، على سياحه بلدي، على امني، على امن ولادي، على امن كل شيء. يعني الخطر هن السياسيين مش الفنانين. الفنان بتلغيه ببطل موجود من حياتك، تعمل زابينج خلص بيمشي الحال. حط سيدي انا بالسياره تعزب حالي، بعمل زابينج كل الوقت.
لانه بتخلص من حدا بتعلق بالثاني على ثاني محطه. يعني انت على الحاله ما بتسمع لحدا؟ ما بسمع راديو انا ولا بحضر تلفزيونات. ايه بس انت مين بيطربك؟ وديع الصافي بيطربني. وديع الصافي بيطربني. ملحم زين بيطربني. اوكي. مين بيطربني؟ جورج وصوف اكيد. جورج وصوف بيطربني. وجورج وصوف بتقول عنه فنان؟ جورج وصوف فنان، تركيبته تركيبة فنان. وفي شغلة تانية، لا مش لأنه ترك بصمة. يعني في كتير في كتير ناس منهم فنانين تركوا بصمة، مش لأنهم يعني فيك تترك بصمة بالفن لأنه صوتك كتير حلو بس ما تكون فنان. طيب يعني الكفوري. في فنانين ما تركوا أي بصمة، يعني في ناس زيادة الفن كمان بتكون تلعب أوقات ضد المغني. يعني إذا مغني كتير فنان ما بيفوت بالستار سيستم لأنه ما بيعمل تنازلات، بيحكي اللي براسه، بيحكي يعني أوقات بتساعده للواحد تيوصال بالستار سيستم أن بالنجومية. الفن إعاقة، يعني بتضايقه أكتر بكتير. مثلا لو زياد الرحباني كان أقل فنان كان قدر تربع أكتر، كان تعمل مصاري أكتر بكتير، وكان قدر تربع أنه هيدا هو عبد الوهاب الجديد. ولكن طيب. كونه فنان لعبت ضده مع الإعلام، مع المواقف الاجتماعية ومواقف السياسية ومع رصيده بالبنك ومع كل هالقصص لعبت ضده كونه كتير فنان. بس ميشيل هون بدي أرجع لنقطة إلى علاقة، يعني من اللي قلته لما كنت بإكس فاكتر لهلا إكس فاكتر، تعتبر اليوم إليسا عم تظلم ناس موهوبين عم يجوا على البروغرام؟ ما حضرت البرنامج ولا مرة. ولا مرة؟ ولا مرة. بس أكيد يعني إذا الواحد ما حضرته حسد أو غيره؟ لا ما حضرت لأنه ما قلت جلادي، لأنه ما يعني عرفت أنه في البرنامج، شفت على الطريق بس حتى ما بعرف أي تشانل وأي يعني، يعني على التلفزيون عندي وقت أحضر التلفزيون أكون عند أصحابي باخد الريموت كنترول بعمل زابينج بشوف شو عم بيصير، بس عندي بالبيت شايل تشانلز يعني حطه على الساتلايت اللي بلقط عليه تشانلز. يعني هلأ لازم أنبسط كتير أنه أنا قاطع بمشاهداتك يعني. إيه أنت قطعت لأنه كنت عند ناس وكان في حلقة مع مطربة مهلوسة شوي قاعدة هون وكانت عم تحكي هيك، أنا عم بعمل زابينج حطوا الكاميرا عليها قلت له عم مينية هيدي شو عم تحكي، كانت عم تحكي هيك يعني هلا هي بس تحضرك كمان الليلة حتقول عنك مهلوس، كأنه فيروز هتقول شو ما بدها. أنا رأيي أنه كانت هي عم تحكي هيك حكي، يعني عم تحكي عن حالة بال على ترازيان بيرسون بيقولوا فرنسوية، يعني عم تقول اسمها، مثلا تقول اسمها جاكلين او ناتالي او نادين، انه نادين رأيها وكذا، ما انت نادين قولي انا رأيي، يعني شو انه كيف يوليوس قيصر. طيب على كل حال نحن بنحترم كل شيء بيصدر عن ضيف بهالبروجرام مثل ما بنحترم ارائك ايه طبعا ولا هو ثلاث اسماء اللي سميتهم، لا بس هيك بشكل عام على هدوليك موجودين نادين وجاكلين لا لا هو ثلاثه بعد ما قطعوا لا نادين ولا جاكلين ولا جوسلين لا مش قاطعين بالبروجرام. خليني ارجع لنقطة اساسية كنت انا بسياق عرض الاسماء بفلسفتك الخاصة للفن. نانسي عجرم كمان ما بتعتبرها فنانة؟ إذا أقول لك الشيء ليه عم تنقي لي أسامي ولا نقعدنا الكل، يعني بصير فكر أنه اللي حكيتني فيهم لا أنت يعني بجاوبني كلمة إيه أو لا. ماجد الرومي أنا ما بعتبرها فنانة، بدك أنه بدك روح على الإكستريم، يعني هي كان أكتر شيء كان يمكن غير بيقدر يعتبرها، ولكن أنا أنه إيه ما هي الكلمة مش مشكلة فيهم. طب ماجد الرومي، ست ماجد الرومي تتمتع بالصوت، هي صوتها كتير حلو ومهذبة وبنت عائلة ومرتبة ونظيفة وإدمية قريبة على القلب وكل شيء، بس أنا عندي مشكلة لأنه يمكن لا سياستها لا لا بتختلف عن سياستها. ما بعرف شو سياستها، ما بعرف شو سياستها أبدا لأنه ما بحضر الانترفيوهات، بس عم أقول لك أنه التركيبة تبع الفنان المشكلة هي جاي من الصحافة أول شيء، تاني شيء من المصطلح لكلمة فنان بالعالم العربي يلي لسقوها بناس أصواتهم حلوة. الفنان مش يعني اللي صوته حلو، وقليل جدا من النادر جدا انه يلتقى الفن والصوت الحلو بفرد شخص. الفن هو اللي بيقدر يصيب عندك وتر تبع اذا بدك الحلم وتبع ياخدك على مكان اخر. يعني طيب ما ماجد الرومي نحن منسلطن على صوته ومنحلم لأنه صوتها كتير حلو وغنت أغاني وطنية وأغاني خاصة طبعا أنه في الفن والوطنية وكذا عم ينخلط قصص يعني بالليستة من كل يلي ما مثلا من يلي أنا اشتغلت معهم مثلا تنقول يلي الفنانين العربي يلي بحسه يلي أكيد فنان مثلا وديع الصافي لأنه تركيبته مش لأنه صوته كتير حلو لأنه تركيبته يعني في نوع من لما تصير تعرفه مزبوط في نوع من الهلوسة إذا بدك بتركيبة شخصيته
هيدا أي فنان. بس في كتير عالم يمكن أصواتها رائعة ومنهم في، وفي ناس أصواتهم منا حلوة بيغنوا أصواتهم منا كتير حلوة بس فنانين. مثل مين؟ مثل مين صوته ما كتير؟ مثلا جورج وسوف بطل ينعاد صوته حلو بس بعده فنان، لأنه منا مربوطة شي، بعده بيقدر يمرق قصص بالمنطقة اللي بدماغ المربوطة بالفن يلي هي غير الحنجرة. وغير جورج؟ ما بتلاقي حدا. الناس منهم كتير معروفين يعني، بعرف ناس ما انشهروا وفنانين كتير وبس ما انشهروا. رح ما أعرف مصرين قال يعرفوا رأيك بهيفا وهبة، ما بعرف ليه. هيفا وهبة هي ما عندها البريتنسيون يعني، هي منا الشخص ما بتقدر تيجي تدينه إذا هو من الأول إنه ما حاطت حاله بخانة إنه أنا فنانة عظيمة أو كذا. هيفا وهبة عارفة حالها إنه صوتها حلو، غنوجي، بتعرف كيف تتصرف على المسرح، وصوتها منه مزعج يعني، منه صوت حلو بس ما عم تاخد أغاني يعني تتطلب صوت حلو يعني. مثلا في منهم بيروحوا مثلاً. ايه في منهم بيروحوا بأغاني لأنهم عندهم تكبر وعندهم صار قناعة أنهم هني صوتهم رائع، بياخدوا أغاني منهم أدى وبيفوتوا بالحيط. هيفا تعرف تاخد الأغاني اللي مين ما كان فيه غنية يعني، بكفي يكون صوتك شوي مهضوم ونبرة صوتها مهضومة يعني، منه صوت مزعج، وعم تنقي أغاني هيني بقى من هيك عارف تضلها موجودة على الساحة. إذا طلبت منك تشتغلها أو يكون في تعاون فني بيناتكم بتقبل؟ إيه أكيد. أنت مش نوال زغبي ما بقبل. لا مين اللي ما بتقبل؟ نوال لك سري كتير طويل. ايه؟ كتير بيعون ما بقبل. هلأ في كتير منهم اجتمعت معهم وشفت يعني، في كتير إجوا حكيوا معي يعني. أنا كتير حائد على نوال الزغبي من يلي حكيوا معي من زمان تنعمل أغاني سوا وما صار في نصيب وإجوا شافوني يعني، منهم مثلا عمرو دياب هلا مش من زمان، قاسم الساهر فيني، بس انه انا مني يعني انا بنتج شغل لقاسم الساهر. قاسم الساهر بلا بس في كمان الشروط يعني، عدا عن الشغل في الشروط تبع الشغل يعني. انا وقت بعمل اغاني وقت عملت مثلا لديميس روسوس البوم بكامله او عملت لفنانين اجانب، انا بيكون عندي مش بس بقبض حق الاغاني، انا كمان بهمني شغل الشركه تاعي، شركتي تاعي انه تعايش كذا، شركتي تاعي تا يقدروا كمان يستفيدوا كمان الفنان. بس قبل شيء دهنا، شو الشرط يعني، شو الشروط اللي حسيتها هي نيجاتيف لتستمروا بالعلاقه؟ ما كان بده يدفع زياده مصاري يعني؟ لا من الاول يعني ما عنده شركه الانتاج اللي هو بيشتغل معي، اللي هي الشركه بفتكر انه هو اللي عم ينتج وكذا يعني، منه كتير عايزني الا فقط لتوزيع الاغاني ولا شو فيك تعملنا اغاني وهيك. انا ما بيهمني لانه قد ما دفع بالاغاني ما هم مني الموضوع يعني. انت بتعتبر حالك فنان؟ بفتكر ايه بفتكر فنان لانه بتحدى حالي يعني. مثلا هلا عم بنحت انه المنحوتات تبعي رح اعرضهم، رح اقدر برهن انه بقدر اكون نحات مهم وقت اللي ما بحياتي نحتت. وقتها كنت ارسم كنت اعتبر فنان، بس مني قابض شغلي جد يعني. انا ما في شيء بقبضه كتير جد يعني، حتى وقتها كنت قائد الحركات الموحده للمقاومه وكان معي ناس وسلاح كنت ما قبضها جد يعني. انا عندي علاقه مع الواقع، مع اسمها بوست مودرنزم، يلي هي انه كل شيء بتحس حالك كانك عايش بحلم. طيب بقى ساعتها بتصفي ما بتقبض شيء جد. لما زلت لعندك شفت بعض من حطيتك اغلبها يطغى عليها رؤوس الخواريف والقرون، ما بعرف نيفا ليش. يعني نيفا راس النيفا كله. انت عم بتشبه البشر بالنيفا او اللبناني براس الخروف او البشريه بالخروف. كلها مرق فيها المعظم طبع البشر يلي مرقوا على هالارض كانوا خواريف يعني. قليل كتير مرق نموره ومرق سوده ومرق كتير خواريف. نحن بلبنان في كتير خواريف، في كتير خواريف، وفي كم ذئب حرزانين يعني. في كم ذئب ما عم نعرف نخلص منهم محرزين يعني، ولسوء الحظ الخواريف اللبنانية من الخواريف القليلة يلي بتزقف للذئب تبعها يعني. غير محل الذئب الخواريف بيهربوا منه، أو إنه إذا بصير لهم حدا يجي يساعدهم عليه ما بيقولوا لا. طب أنت إمبراطور، إذا طلبوا منك تقتل هالذئاب، مين الذئاب اللي بتقتلها؟ مش بمعنى القتل إنه يعني، ولا يعني النيابة العامة بيطلع عندك من الاستوديو بيوقفوني. أنت القتل بالمعنى المجازي، سميلي الذئاب اللي بدك تخلص منه. هي هنك تعال، مش حسمي لك اسامي الناس اللي بدي اخلص منهم، حسمي لك مين بترك اهين لي يعني، بدل ما اقعد عدهم كلهم. طب اذا الدكتور سمير جعجع بترك السيد حسن نصر الله والجنرال عون والباقي كله قايد الدرس يعني، شو بتعمل؟ بترك اثنين، ميشيل عون
والسيد حسن نصر الله، والباقي قايد الدرس، يعني في منهم الباقي كله معقول اعتبره ذئاب. هيدول اثنين الوحيدين يلي من هلا بمضي لك انه لا هيدول اكيد منهم ذئاب. الباقي كله موضوع الدرس، في منهم مأكدين منهم ايه اكيد انه سمير جعجع اكيد ذئب. يعني اذا طلب انه يدخل على الامبراطوريه تعولتك شو بتقول له؟ يعني هو ما رح يطلب، وإذا طلب نحن مفتحين لكل العالم. يعني أنا بآمن إنه أوقات الناس بتقدر يمكن يتغير. يعني في ناس أوقات كانوا. طب إذا الشيخ الأسير طلب منك تفوت على الإمبراطورية؟ إيه رب شوارب قبل بس. ليش خاص شو علاقة شوارب بالإمبراطورية؟ إنه يعني ما له يحلق ده إنه رب شوارب. طيب يعدلها. رح نشوف الريبورتاج الأخير بروجرام كوك ستوديو، رح نعلق ليش بس 10 حلقات وتوقف، ورح نختم هيك. يعني ياريت فينا نطول مدة الحلقة. خلينا نشوف الريبورتاج ونتابع ما تبقى من دقائق لنهاية حلقتنا لليلة. اليوم بكوك ستوديو هن من مصر محمد منير، ومن جامايكا ذا ويلرز. طب خديني في ريح طيفك، حتى في ديل كيفك، ما انت مالية الشوق ملوى، نفسه لو يلمس طرطيفي. كوك ستوديو بآخر كل حلقة بقدم مولود جديد، مولود موسيقي بيكون هو نتيجة لقاء بين أب وأم جايين من حضارات مختلفة. يا مساء كينج. ازيك يا كينج؟ يا أهلا. بكل مكونات شخصية محمد منير في فنان، يعني أكثر من أنه شخص صوت حلو، في هالة فنية بشخصيته. إذن شفنا حلقة من حلقات كوك ستوديو مع الفنان. سمعت شو كنت عم أقول؟ فنان. إنه محمد منير أكتر من إنه صوت حلو فنان. مثلاً ما كنت عم تسألني عن إنه إيه هيدا فنان. طيب. مش بس صوت حلو. وقلت لي نحن عم حضر الحلقة بس روح على مصر بصير في مظاهرة إذا شافوك ماشي أنت وياه. معروف محمد منير بمصر قديش هو يعني رقم واحد بكل شيء إنسانيا وفنيا. ليش صار في مشكلة مع السبونسرز هي شركة كوكاكولا، وليش توقف بروجرام فكرته كتير حلوة وهالقد ناجح بعد 10 حلقات؟ هلا صار في مشكلة ما بيصير كتير أوقات بالشغل، يعني ما لنا مشكلة إنه أدت إلى مشاكل كبيرة وكذا، ولكن تسربت إلى الصحافة وانحلت المشكلة من زمان. هي الخلاف أساسه شو؟ خلاف خلص، يعني البعض مشاكل قديمة وقتها بترجع بتحكي فيها أوقات بترجع بتحركها، يعني بتكون النار عم تنطفي بتجي بتكب عليها بنزين بترجع بتولع. إلى زيول يعني حتتأذي؟ لا ما في زيول، يعني تسكر كل شيء. بس أنا بطل هممني كفي. وأصلاً كمان وقتها كنا عم نعمل كوك ستوديو تأخر مشروع ميوزيك هول دبي على سنة، لأنه إذا كل أسبوع عم نعمل حلقة وبكل حلقة عم ركب غنية وعم بستقبل ضيوف وعم نصور على 4 أيام انه ما في كفي الشغل. يعني انا بدي اعمل غير قصص بحياتي عن هالبرنامج التلفزيوني، وعلى فترة سنة كل مشاريع حطيتهم بالبراد ونطرت، ما كفي كمان اتحمل سنة تانية على هالنمط. بعد معنا 2:30، شو استفدت من تجربة كوك ستوديو؟ كنت تطل بشكل كتير بسيط والاولوية للفريقين الفنيين اللي كنت تجمعهم؟ لا احد اذا بدك المأخذ اللي كانت على البرنامج انه أكتر شيء كان في علي الكاميرا. يعني كنت عم بقعد، مش إنه كان لازم ما عملت دوري إذا بدك مظبوط كمقدم برامج أو أي شيء، يعني ما عرفت انسحب قدام الضيوف. التجربة اللي جبت لي ما جبت لي كتير، لأنه بالنهاية عملت قدام الكاميرايات الشغل اللي صار لي بعمل 15 سنة مش قدام الكاميرا. أكثر من 15 بس ما بدي أكبر حالي.
اوكي انت بتكون جيست في اي بي باي بروجرام بتطلع فيه، وفي برامج ما بتطلع فيها اذا فيها اكثر من ضيف وما بتلاقي الجو المناسب. ليش اليوم ما بنشوفك بتعمل برنامج تحاكي فيه افكارك والفلسفه الخاصه فيك، سواء على المستوى الاجتماعي السياسي الفني الاقتصادي، يعني انت بتاع كله شامل، ليش ما يعني خليني اتصور ارجع اعطيك اكزامبل، نشوفك مثلا بفورما بتشبه فورما مريم نور كبروجرام. اول شيء ما بحب حالي على الكاميرا، بلاقي حالي كثير دب. يعني بفضل مثلا برايي انه حدا مثل شكلك وكذا بيطلع على الكاميرا بيكون اهضم للعالم من ما واحد مثلي يفوت عليهم على عبر الشاشه. اوريدي على الشاشه بعرض، يعني انا اوريدي عريض وبس اطلع بس على الشاشه طالع نحيف وحلو. انتوا شاطرين ما كثير بحس انه وقتها، يمكن لما بعدها لما عمري المديد و ان شاء الله وصفي انه دقني كلها بيضة وانه واحد ختيار يطلع يخبر خبرته سنة 2080 بيقعد على التلفزيون بصير يخبر اخبار وكذا، ولما كنت شاب وعمري 70 سنة كنت اعمل كذا وكذا ميبي، بس انه هلا بعد بكير، يعني بعد ما وصلت لهالحكي. حلو، بتامل او حابب تعيش لل 2080 ان شاء الله لك العمر الطويل. على اي قناة ما يأثر هلا عم بيع حبوب، اذا حدا بده يتصل فيه بعد برنامج بيطول العمر. هلا بتعمل مصارع فكره مره خبريه حتى لو كانت سكر بكون حبه سكر بلاسيبو افكت او شي حبه بنادول مثلا. ميشيل اذا بدك تطلع بمحطات محليه لبنانيه، اي محطه يعني بتقول ايه دغري لتطلع فيها كل صراحه غير الاو تي في؟ او تي في وان بي ان ومنار و طلعت على المنار شي مرة، برس تي في الإيرانية طلعت شي مرة على المنار، تلفزيون كوريا الشمالية كمان على المنار. ايه طلعت كذا مرة، طلعت مع عماد مرمل كذا مرة وطلعت بغير برامج حتى طلعت بأوقات يعني كانت شوي طلع عليه يعني دغري صعبة 2008 بعد أحداث معينة قطعت وحكيت عن 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 الفكرة اللي أنا اوكي. ميشيل انبسطنا كثير بهالحلقة الشيقة معك، كانت توقعاتنا شيء وأصبحت معطياتنا الملموسة شيء تاني، وعلى أمل كمان يكون في لك إطلالات مستقبلية. شكرا. جديدة بدي منك ختام لليلة، ختام أنه بدي لهم للناس يفكروا أكثر، ما يصدقوا كل شيء بيسمعوه، وحتى أوقات ما يصدقوا يلي بيشوفوه، لانه بالحياه الواحد هو بده يكون فكرته مش يلي بيعطوه اياه. واوقات مثلا تنقول حطيهم مثل انه نفس السيده من هالانجل معين بيكون واحد جوزها ما بيكون شايفها وبده يخلص منها ومش طايق ثمر ربها، وواحد تاني بيكون ميت عليها وبتكون هي نفسها. باوقات نفس الشغله ونفس الحادثه ونفس الشخص بيكون في عده نظرات عليه، مش عدة نظرات، نظرتين، يا سلبية إيجابية، يا أبيض يا أسود، في معادلة 50% 50%. هذه كونكليزيون منيحة. أوكي. ميشيل ألف ترياديس، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا بالبرنامج، وبيبقى الشكر الأخير لمشاهدينا اللي تابعونا ليلة. موعدنا بيتجدد كل أحد الساعة 8:30 المساء عبر شاشة الـ NBN بإذن الله.